السي عبد الله المخطوبي بطبيعة الحال آية من آيات الله، آية من آيات الله. علاش؟ لأنه حباه الله بحفظ كتابه العزيز حفظا متقنا، وهو في وهو من عائلة عائلة تعتني بالقرآن، والعائلة قرآنية تعبير بين قوسين. السي عبد الله ما يمكنش يتلي واحد الآيات من آيات الله وما ويخليكش تشعر على انه راك انت في حاله روحانيه خاصه. طبعا نقول واش كنت صائب ولا مش صائب، واش انا واش انا على حق ام لا، ولكن امن ان اكون على حق في اجتذابك الى الحضره ديال الطرب الاندلسي اللي هو طرب شريف وطرب طلب اصيل اللي هو تراث ديالنا واللي هو كذا. فإلى ساهمتي انت بدورك بصوتك في هذا الطرب راه غادي تكون ساهمتي، يعني ساهمتي وكانت النتيجه ما وصلت اليه الان من قبول واحترامي لدى الجمهور ويعني ووجود وكيان وحضور، يعني حضورك في اليوم اصبح حضورك في المسرح الحضور هنا بين قوسين حتى هو الحضور كنقصد به هو انسان هو هنا تسمى الحضور، تسميه الحضور الفنان ماشي غير راه هو خدام ولا. وحضورك الى بالاضافه لهذه المعطيات كلها اصبح السي عبد الله مخطوبي اليوم اللي يحسب له حسابات اكثر من 1000 حساب. طيب ونحن في يعني في المسيره يعني سأتي الأقدار باش نتلاقاو باش نخدمو جميع 13 سنوات حققتي فنشعر لأنه أنا لأنه أنا تنمارس وتنشد وتنغني، ولكن في آن واحد تنسمعش معايا. ميزات اللي حباك الله بها وحبا الله بها صوتك ما تعطاهاش لحد الان في نظري، يعني العنايه وال يعني والاعجاب تنقول العنايه والاعجاب انه العنايه شيء وهو انه نعتني بهذا السيد نشوفوا اشنو تيخصو واشنو هو باش يمكن لي يحقق اماله الفنيه وتتجلى في مسائل غنتكلم عليها فيما بعد ياك. والاحقيه في اعطاء هذه الاهميه، يعني انك اصبح عندك حق، عندك واحد الحق تطلب به عبر الروح، عبر الروح تطلب به انه اش ما نقول في هذا الكلام، انه ربما تكون فيه مسائل فلسفيه لا تخصنا اناس او اناس اللي ملي يعثروا على مثل هذا الكنز، يمكن السي عبد الله ملي يعثروا عليه ولقاو هذا الكنز، ولما نشوفوا واش تيخصو، اش تيطلب، باش يمكن لينا ندفعوا بالعجل ديالتو، لانه بوحدك ما يمكن لك دير حتى شي حاجه، لانه انا العبد الضعيف، انا قسيت من هذا، لانه انا اصغر منك وما لقيت، المهم راه واحد الشاب ظهر وبس، الان الزمن تطور، تيخص يكون تكون واحد العين. تكون عين على كذا، عين على كذا، عين على التلفازة، تكون عين على الفنانة، ولا سيما فنانة من الكاليب ديالك من الحجم ديالك. السلام عليكم اشمارك اسيدي شتي خاص اش كذا، ولو غير ولو انه ما تحقق حتى حاجة من الكلام، ولكن تشعر بانه وراك ناس مؤثرين اللي تدفعوا الهجرة ديالك. بك الهج بكرة وعشية كلما
أترك العاشقين فيها جثيا، وإذا فاح نشرطي بك خروا لجلالك 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 سجدا وبكيا. لقد جاد من أهوى علي بوصله، لقد جاد من أهوى علي بوصله على رقم الواشي، على رقم الواشي والرقيب. هناك استثناءات كاينه في جميع الميادين، تيكون واحد الاستثناء في كاع في الديانه، كاع الانسان تا هو تيكون واحد الاستثناء في التقصير.